أين نحن عندنا شهر واحدة جاي فيها مهرجان اسمه مهرجان أسوان، شهر كده عندنا مهرجان جاي بتاع الأقصر، شهر كده مهرجان العم، إن شاء الله مهرجان أسوان بنتكلم فيه، وإن شاء الله عمل تأخر أو عمل بنعمل بروتوكول ما بيننا وبين دكتورة إيناس عبد الدايم الأوبرا إن إحنا نشوف حفلات الأوبرا اللي عاملها إزاي، إن شاء الله بقول لكم مفاجأة، إحنا هنحاول نرجع فرقة رضا تاني، هنحاول نرجع مهرجان إسماعيلية في الفنون الشعبية، هنحاول نعمل حالة ثقافية كبيرة جدا 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 للوطن، لأن إحنا الشباب بتاعنا هم ثلاث حاجات، الشباب عندهم طاقة كبيرة جدا جدا جدا، يا إما هيتوجهوا إنهم يلعبوا كورة، يا إما يقعدوا على القهوة، فإحنا لا ولا كورة ولا قهوة، تعالوا يا جماعة نشوف الفن بيعمل إيه، الفن بيغير فعلا الشعوب، يعني كان هتلر لما بيطلع بيقول خطبة بيغير الشعب بتاعه كله. هنحاول نخلي من خلال الفن او الرساله اللي احنا بنعملها الفن هنخلي الناس تعمل افلام في الشارع، هنطلب من الناس ان كل واحد عنده الموبايل بتاعه في جيبه يعمل فيلم صغير ويبعته لنا، احسن فيلم هنعرضه عندنا، هنحاول نعمل حاله فنيه كبيره جدا 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 للناس، زي ما بقول لك احنا رسالتنا اكبر كتير قوي من الناس تقعد على التلفزيون وتتفرج على حاجه وتقفل التلفزيون او تقفل الالكترونيات، انا مش فارق معايا اللي هيفرق معايا ان هو لما يجي على القناه بتاعتي يستفيد منها.